ذيك اول ما جات من جربه تتعامل معايا هي منيره والكل، ولكن التربيه والخلاقه اللي عند فايزه عمري ما ريتها. الله يرحمها وينعمها، باش خلينا بلاصتها ونحبوها برشا، والله يرحمها وينعمها. طيبه برشا فايزه، واللي اكثر من هذايا منيره وفايزه كانوا صحاب برشا، صحاب ياسر. انا نعرف اليوم صحاب، شوف واحده عندها عامين تاو ملي توفات، والاخرى وراها، ربي يرحمهم الاثنين. والطيب ما يموتش راهو، معناها اللي الانسان بقلبه باهي وتقعد الناس ديما تذكروا. احنا منيره لتوا ما تنسات، ديما نجبدوا عليها في كل مناسبه وفي كل وذكرى. الله يرحمها عندها 20 سنه اللي توفات، لتوا كيف كيف هذوما اصحابنا وزملائنا. ان شاء الله ربي يرحمهم وان شاء الله في الجنه يا رب. خساره كبيره للفن وفي تونس وللعالم العربي الكل. فايزه الانسانه زاده، فايزه اروع برشا من الفن اللي يوصل للناس، واخلاقها اخلاقها ياسر عاليه. فايزه عمرها ما توجع حد، عمرها ما، وهذاك اللي ربحته، وانا نقول هذاك الاثر اللي هزته معها، هذاك اللي فازت به فايزه بالحق. اللي يعرف فايزه من قريب ما ينجمش ما يتالمش، ما ينجمش ما يتوجعش، ما ينجمش ما يبكيش، ما ينجمش ما يوصلش حتى لهوني باش يقول لها بسلامة فايزوزة، اللي هي ثنية الناس كل، ولا اعتراضها لحكم الله بالطبيعة. الله يرحمها وينعمها، وإن شاء الله كل ما نذكروها نترحموا عليها ويرحم جميع المؤمنين يا رب.